كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن فقرة بموازنة 2021 توفر لخزينة الدولة 5 تريليونات دينار. وقال عضو اللجنة جمال كوجر أن اللجنة المالية النيابية قررت في اجتماعاتها المتواصلة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة رفع سعر برميل النفط بالموازنة من 42 إلى 45 دولارا واحتسابه وفق السعر المحدد، مضيفا أن هذا التوجه سيسهم في تقليل نسبة العجز المالي في قانون الموازنة.